بعد ارتفاع أسعار النفط، طالبت الحكومة المحلية في البصرة حكومة بغداد بتخصيص مبالغ إضافية لسد استحقاقات المحافظة البالغة أكثر من 1 تريليون دينار. بعد زيادة أسعار النفط طالبنا كحكومة محلية ب يعني تمويل المحافظة أو تخصيص مبالغ إضافية اعتبارا أن هنالك استحقاقات للمحافظة بحدود تقريبا أكثر من 2 تريليون. كان هنالك يعني تصويت في مجلس النواب بصندوق البترودولار لوضع هذه الأموال في هذا الصندوق من أجل يعني تنفيذ مشاريع المحافظة، لكن للأسف الشديد بعد طعن وزارة النفط بهذا الصندوق توقف تمويل المحافظة. المبالغ التي خصصت في العام الماضي كانت مبالغ قليلة ولم تحال أي مشاريع لهذه الأموال، فقط تم يعني صرف سلف المقاولين، هنالك مبالغ كبيرة لسلف المقاولين. طبعا هذه السنة من خلال اجتماعنا الأخير مع وزير التخطيط ذكر أنه سوف تخصص نفس المبالغ للعام الماضي بشكل مؤقت لحين إقرار الموازنة.